ساعات قليلة وتستضيف الكويت بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد في وقت يسابق فيه العاملون الزمن لافتتاح صالة نادي الألعاب الشتوية الجديدة والتي مثلت حلما طال انتظاره لشباب كويتي عشق هذه اللعبة. نشكر بالبداية الهيئة العامة للرياضة اللي تبنت موضوع الصالة، توفير صالة تزلج ذات قياسات أولمبية للاعبين. الحمد لله أصبح لهم مغر دائم، ملعب حالهم حال أي لعبة، مثل لاعب القدم ولاعب اليد عنده ملعب أي وقت يقدر يزاول في هوايته، أيضا لاعب هوكي الجليد أو فقر السكيت أو أي لعبة شتوية يقدر يزاول اللعبة من خلال الصالة اللي توفرت له. ولم تغب اللمسة الفنية للإبداع الكويتي خلال تصميم الصالة والتي جاءت متطابقة مع متطلبات الاتحاد الدولي للعبة بلمسات أشرف عليها اللاعبون أنفسهم. احنا تقيدنا اول شيء بالقوانين مال التصميم انها تكون اولمبيه، ولكن ضفنا لمساتنا بحيث ان نخلص بوقت، يعني تحددوا لنا وقت معين، فكنا بنخلص ضمن وقت زمني محدد، فهذا خلانا في اشياء نستغني عنها وفي اشياء ما نقدر نستغني عنها كالمساحات ما مساحات، فيعني التصميم يا أولمبي، ولكن المساحة ما أعطتنا نسوي المدرج كامل، سوينا نفس حرف ال. حلم بات واقعا لأبطال أزرق الجليد في دعم جديد للاعبي هذه الرياضة ومحبيها، لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب لاعبي المنتخب الوطني عند استضافة كبرى البطولات وتحقيق الألقاب. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.